احساس بالنسبه لي احساس عادي. انا من مدينه المحمديه، لعبت مع الجمهور ديال فريق شباب المحمديه، كنحترم الجمهور ديال المحمديه، كنحترم فريق شباب المحمديه، فريق اللي كبير. كنتمنى لهم ان شاء الله هذا الموسم باش يديروا مقابلات في المستوى ويحتلوا المراتب الاولى ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.